مرضى كثير أو ناس كثير بيسألوا عن التطعيمات وبيجوا يستفسروا عن التطعيمات بعد ما قرأوا أو توجهوا لناس مش مختصين. كل من لديه سؤال عن التطعيمات أو أي استفسار عن التطعيم، الرجاء التوجه لطبيب العائلي الخاص به بصندوق المرضى تبعه، ويأخذ المعلومات الصحيحة عن التطعيمات من مصادر طبية صحيحة وموثوقة. طبعا احنا بنتكلم عن الفاريانت او الموتاتسيا البريطانية اللي هي فاتت اسرائيل وموجودة وبنشوف المرضى، هي موتاتسيا لفيروس كورونا، اللي هي المخاطر في هاي الفارياتسيا البريطانية انها تقوم بتسريع العدوى، عدوى سريعة الانتشار، وتصيب ايضا الشباب او فئات عمرية اللي هي اقل من 60 سنة واقل من 50 سنة. إخواني أخواتي، ممكن نحارب الكورونا، ممكن ننتصر على الكورونا، ممكن نتغلب على كل مخاطر الكورونا بالتطعيم، بالتباعد الاجتماعي وبالكمامة وبتوجيهات وزارة الصحة والتقيد بالتعليمات. ومنذ بداية التطعيم لحد اليوم هناك هبوط في درجة العدوى أو في كمية العدوى وفي خطورة العدوى كمان، فأرجو من الجميع أن يتوجهوا لأخذ التطعيم. العوارض الجانبية للتطعيم هي موضعية، وهي تكاد تكون ضئيلة جداً، 0.02%. الأعراض هي ألم موضعي مكان التطعيم، ممكن ضعف بسيط أو هزال بسيط، وممكن يكون حرارة بسيطة ليوم يومين، وهذا كل الأعراض الجانبية للتطعيم. بعد بحث على عشرات الملايين من اللي تلقوا تطعيم حول العالم، في كل العالم طبعا، في إسرائيل هنا في بحث لكل صناديق المرضى عن أمان التطعيم، والتطعيم آمن 100%. إخوان وأخواتي، التطعيم آمن، اذهبوا وتطعموا. الكثير من النساء الحوامل يسألوا عن صحة التطعيم أو أمان التطعيم وهل يأخذوا التطعيم. نحن طبعا في الطواقم الطبية نشجع ونطلب أيضا من النساء الحوامل أن يتطعموا ويأخذوا التطعيم. التطعيم آمن حتى للنساء الحوامل، وخطورة المرض على النساء الحوامل هي أخطر بكثير من أعراض جانبية للتطعيم أو أي أعراض ثانية للتطعيم. ونقول بشكل قاطع، التطعيم لا يضر ولا يؤثر على أي شيء من الخصوبة لدى الرجال ولدى النساء. لكل من لديه أي تساؤل أو لديها أي تساؤل بالنسبة للتطعيم، بالنسبة للأعراض الجانبية، بالنسبة لأخذ التطعيم أو لا، الرجاء عدم الذهاب لشبكات التواصل الاجتماعي وسماع الإشاعات بالنسبة للتطعيم. اذهبوا واستشيروا طبيبكم الخاص، طبيب العائلي، وحسب كل المعلومات الطبية التطعيم آمن. إخواني وأخواتي، اذهبوا وتطعموا.